الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ويقول كذلك ربنا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: أنفق أنفق عليك. هذا وعد الله ووعد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أخي الكريم، أنفق ينفق الملك جل جلاله عليك، وإلا فورب الكعبة ستترك المال كله. فالمسلم العاقل والمسلمة العاقلة هو الذي يعلم أن المال ظل زائل، ويعلم علم اليقين أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. وكم من أناس أيها الأفاضل من الله عليهم بالمال فبخلوا واستغنوا، فماذا كانت النتيجة؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما الصنف الأول فماذا قال؟ قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. غادي الله عز وجل ييسر له جميع الأمور دياله، سيخلف الله عليه أضعافا مضاعفة، سينفق الله عليه من حيث لا يعلم، ومن حيث لا يدري، ومن حيث لا يحتسب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة؟ اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم نورنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدي رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.